الحياة رحلة، صعوباتها تكمن في امتحاناتها، فأحيانا نخفق وفي أخرى ننجح لتستمر عجلة الحياة ونستمر نحن معها. قصتنا اليوم تتمرد على قيود الزمن وتتجاوز بطموحاتها حدود المألوف. هي قصة عطاء في رحلة مستمرة بين العالمين الواقعي والافتراضي. 60 عاما وبضع لم توقف عطاء السيدة إسعاف إبراهيم، فما بين بناء الأسرة وتربية الأبناء خلال أكثر من 3 عقود وبين تدريس مادة الفيزياء، قطعت إسعاف شوطاً من حياتها لم تقبل أن ينهيه قانون العمر أو الإحالة على المعاش. طلابي بسمع بيكرهوا الفيزياء جداً، وين ما بروح بيكرهوا الفيزياء بيكرهوا الفيزياء. فقلت يعني الوسيلة الوحيدة أنه أنا بدي أقعد بالبيت وتقاعد، وطاقتي الفي يعني طاقتي العلمية ما بدي أخليها تضيع. كيف ممكن أستفاد منها؟ كيف ممكن علمي يضل مستمر؟ ولعل الأجيال الجديدة التي خطفت سمعة التعامل مع التكنولوجيا بسهولة لم تقف حائلاً أمام طموح هذه السيدة التي كان لدعم أسرتها دور معنوي كبير في وصول عدد مشاهدي دروسها إلى أكثر من 1,000,000 مشاهد على قناة اليوتيوب. ماما بتقول أنا بساعدها، بس أنا لهلأ ما بعرف كيف أنا بساعدها. أنا إلا هذا اليوتيوب بروح شهرين برجع بتقولي عملت 200 فيديو، أنا ساعدتك كيف؟ ما بعرف. وكما أن لكل رجل ناجح سيدة تدعمه، فإن زوج إسعاف يعمل على دفعها نحو النجاح دوماً. عائدات العطاء على روحها وعلى نفسها، عطائها أن يستمر تدفق عطائها. بس دائماً أذكرها في كلمة تقاعس قليلة أنت أو تقصرت قليلة، أذكرها بنتائج العطاء اللي عاشته طول حياتها. فيعني فبترجع بالدور هذه الروح المتدفقة، روح العطاء. وقبل أن أغادر منزلها كان سؤال يلح علي لم أستطع تجاوزه: هل تفكر هذه السيدة بتحويل عملها إلى مشروع تجاري ناجح؟ فأتاني الجواب أمام هذه الصفحة. لبرنامج اليوم على الحرة من الشارقة فائز العزي. إذن يعني